هذه المحطة على مستوى بلدية الدوسن، استفادت هذه البلدية من مشروع إنجاز مخزن للحبوب. الأمن الغذائي هو من التوصيات ومن انشغالات السلطات العليا في البلد. إذا اليوم نقف على وضع حجر الأساس لإنجاز هذا المركز الجواري لتخزين الحبوب. الحبوب هي مادة استراتيجية في الوطن. عندنا ولايتنا استفادت من مركزين، إذا هذا المركز لليوم وضعنا حجر الأساس، وفيه مركز ثاني على مستوى بلدية البسباس التي هي كذلك تعتبر منطقة فلاحية بامتياز.